هجوم شرس على النجم المغربي سفيان مرابط من جميع النواحي بعد خسارة مانشستر يونايتد الأخيرة من كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، هجوم غير مبرر تماما من الجميع على سفيان مرابط، ولعل أبرز الهجوم من أسطورة التدريب في مانشستر يونايتد السير أليكس فيرجسون. ولكن قبل الدخول في التفاصيل، عشاق ومحبي النجوم المغاربة والمنتخب المغربي، أتمنى تدعموني وتشرفوني بلايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديدنا خلال الفترة القادمة. المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد السير أليكس فيرجسون فتح النار على سفيان مرابط بهذه التصريحات. سفيان مرابط يعتبر نقطة ضعف في الفريق، لقد ارتكب خطأ ساذجا في المباراة أمام كريستال بالاس، الخطأ الذي أدى في النهاية إلى الهدف الذي سجله كريستال بالاس، هدف الفوز في المباراة. وتابع السير أليكس فيرجسون تصريحاته الصادمة عن النجم المغربي قائلا: سفيان مرابط نقطة ضعف الفريق، سبب الخسارة الأول أمام كريستال بالاس، أتمنى من مسؤولي اليونايتد عدم شراؤه بشكل كامل من فريقه فيرونتينا وتركه يرحل في نهاية الموسم. تصريحات غريبة وصادمة عن مرابط.